18 هنا الفرع عندنا في الديمقراطي في طنجة. السويث هنا في خدامين ممكن نقولكم مثلا مراد اللي يتما غير خدامين اللي يتما في الجمعية الأمازيغية اللي حركة الغلاف في سكنة العالمية. تحية خاصة باش يفهمونا الإخوة اللي ما يفهموش الأمازيغية، خاصة الرفاق والرفيقات ديال النهج الديمقراطي اللي في الحقيقة حنا جمعية ناس النساء اللي كيدار في النهج الديمقراطي في الأمازيغية ماشي جديد علينا. الإخوان ديال النهج الديمقراطي كيف كنعرفوهم أنا بعدا شخصيا اشترك في الدار الأولى في جمعية ناس النساء مع رفاق ديال النهج الديمقراطي بخصوص رفيق وكمال رشيد. شهادة للتاريخ هو السبب ديالي الوحيد باش ندخل لمدرسة النساء هو الرفيق وكن خديجي، والإخوان الآخرين اللي حاضرين معنا بخصوص الرفيق حمد السكاكي ونجيب السكاكي اللي كانوا في المكاتب السابقة ومازال الرفيق حمد السكاكي اللي معنا في المكتب حاليا، غير واحد مجهود كبير في نشر الثقافة والهوية الأمازيغية داخل الحركة اليسارية بشكل عام. ما كنهضرش على النهج الديمقراطي بوحدو، ولكن كان الديمقراطي هو الحليف الوحيد ديال الحركه الامازيغيه في الديمقراطيه، لان النهج الديمقراطي وقبل تاسيس النهج كان للامام كانوا دائما مناضلين ديمقراطيين غيورين على الهويه المغربيه بخصوص الامازيغيه الى يومنا هذا. وهذا الشيء ماشي كنقولوه في كلام الحقيقه غير هكا وصافي. رجعوا شويه للتسعينات، كان الزميل ديالنا والرفيق ديال محمد الزياني اطار كبير في النهج الديمقراطي من المؤسسين ديال جمعيه نقول للثقافه والفنون، واشتغل فيها واحد المده طويله كرئيس ديالها. من بعد كان الاسم ديالو في لائحه ديال المجلس الملكي للثقافه الامازيغيه، ورفض انه يلتحق بالمؤسسه ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وبرهن عليه وتقل الكثير على رفيق الزياني كانه كيتحكموا فيه وهذا، ولكن الزياني ان الموقف ديالو والموقف ديال الناج في صميم واحد، لان الموقف ديال الحركه الامازيغيه الديمقراطي في الحقيقه، ملي كنهضروا على الحركه الامازيغيه كنهضروا على الجناح الديمقراطي والرفاق ديال الناج الديمقراطي في صف واحد، وحنا كنواجهوا عدو واحد اللي هو المخزن. ودائما كنقول واحد في مصر النساء اللي كيجمعنا مع الناج الديمقراطي اكثر من اللي كيفرقنا معاه، اولا لان كنواجهوا واحد العدو اللي هو المخزن اللي حاول انه يهرس الحركه الامازيغيه بشتى الطرق اللي عنده، بالمؤسسه اللي دار وبعض الاحزاب اللي اسسها هو ومجموعه ديال الناس اللي كيخدموا الاشرطه ديال المخزن دابا في الشارع العام ديال ديال ديال, ديال المغرب كله، اللي حاولوا انه يهرسوا التيار الديمقراطي او الحركه الامازيغيه اللي هي ضد المخزن. لهذا انا كنحيي الاخوان في النهج الديمقراطي في الحقيقة، ما غنحييهمش على الاحتفال ولكن كنحييهم على الصمود ديالهم من أجل السطرة الأمازيغية شكلا ومضمونا، أنهم لا يعترفون بالدستور الممنوح، وهذا هو الموقف ديال الحركة الأمازيغية. الدستور اللي كاين دابا راه ممنوح، حنا ما كنعترفوش به بعدا كحركة أمازيغية ولا كجمعية ناس النساء حتى يكون واحد دستور ديمقراطي بحال اللي كنطالبوا به شكلا ومضمونا. إذا غنجدد التحية للإخوة والرفاق ديال النهج الديمقراطي على هذا العمل اللي كيديروه بخصوص الهوية الأمازيغية، وكيديروه للتاريخ أنهم ما هو حزب اللي كيأمن باللعبة السياسية أنه كيتفق باش يكون بها بحال اللي كيديروا الأحزاب الأخرى أنهم حتى كتقرا الانتخابات وكيبانوا بأن كتبغي الأمازيغية. بالعكس النهج الديمقراطي إطار ديمقراطي لا علاقة له باللعبة السياسية ولا المخزنية، هم كيخدموا الطبقة الكادحة الشعب بشتى الاختلافات ديالو، ما هو امازيغي وكاين الطبقه العامله وكاين ما هو النقابي. اذا حنا في ماسينيسا كنشوفوا ان النهج الديمقراطي الحزب الوحيد اللي نقدروا نتحالفوا معاه في الديمقراطيه وما يهم الشعب المغربي. باش ما نطولش عليكم وكنوجه تحيه للاخوان كلهم ديال الحركه الامازيغيه اللي كاينين في طنجه، ومن هذا المنبر ديال اللي حنا حاضرين فيه الان كنقول لهم نجمعوا الشمل ونتوحدوا تحت رايه واحده، نكونوا امازيغا اكثر ما نكونوا متفرقين، ونكونوا شعب واحد ونخدموا القضيه ديالنا مع الحلفاء ديالنا الحقيقيين اللي بغوا يخدموا الامازيغيه بدون مزايدات بدون قذف في الاشخاص ولا
مزايدات، كلنا مواطنين مناضلين قد الحال،